وللحديث عن سير التظاهرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات حيدر مورو. أستاذ حيدر، مرحبا بكم. يعني التظاهرات مستمرة رغم القمع والتسويف الحكومي، لكن هنا هل فشل رهان الحكومة على عامل الوقت في إنهاء هذه التظاهرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وقناتك الكريمة. عامل المظاهرات مستمر من خلال المسيرات الطلابية التي تختص بنا احنا اتحاد طلبة بغداد، مستمرين في مظاهراتنا التلمية ولن نتوقف مهما كانت الضغوط من قبل الحكومة أو الأحزاب. طيب أستاذ حيدر، القوات الحكومية وأيضا الميليشيات تستخدم العنف ضد المتظاهرين تارة بالرصاص وبنادق الصيد وتارة بقنابل الغاز، لكن كيف تجد هذه الممارسات صداها لديكم أنتم كمتظاهرين؟ ممارسات وحشية تقام علينا من قبل قوات الشغب وقبل الأطراف الحكومية على المتظاهرين السنيين، لكن مهما كانت الضغوطات نحن مستمرون في تظاهراتنا حتى تحقيق جميع المطالب والتثمين من عزيمتنا. مهما كانت الضغوطات التي كانت علينا نحن مستمرون ان شاء الله حتى تحقيق اخر مطالبنا. استاذ حيدر، الحراك الطلابي المستمر كيف انعكس على ادامه زخم التظاهرات؟ مثل ما قال تشاهدون كل مسيرات الطلابية التي يقوم بها اتحاد طلبة بغداد، وأيضا التنسيقيات التي يقوم بها طلبة الناصرية وطلبة النجف وطلبة الكوت وباقي المحافظات الجنوبية الفائقة. نحن مستمرون في مسيراتنا طوال الأسبوع، وكانت في بغداد اتحاد طلبة بغداد يقوم في مسيرات، كل أحد مسيرات حاشدة كبيرة تنطلق من وزارة التعليم العالي باتجاه التحرير، تعطي دعم كبير لصحة التحرير. وللمظاهرات وحيويتها واحترامها. نحن مستمرون في هذه المظاهرات ولن نتراجع حتى تحقيق جميع مطالبنا وباقونا ان شاء الله. الكل يتساءل استاذ حيدر، ما هي خطوتكم المقبله؟ هل هناك تحركات جديده في ظل التصعيد السلمي؟ نحن فقط تصعيدنا السلمي، يعني ليس لدى الطالب الان سوى التصعيد السلمي، يعني نحن نكون اطراف وادوات لكافه الجهات السياسيه وغيرها. يعني فقط طلاب يعني نعبر عن في مظاهراتنا السلميه، فقد زينا الابيض، نحمل في يدنا الكتب او الاقلام، يعني ليس لدينا سوى اخر في فقط مظاهراتنا هذه التي تمثلنا. وخلالها نحن نعبر عن راينا واستمرار ثورتنا واستمرارنا في دعم ساحه التحرير. من بغداد الناشط في التظاهرات حيدر مورو، شكرا جزيلا لكم.